انا السيده اللي خديت عند داك السيد حسن، خدينا لي ساندويتش من عنده. كان داك النهار نهار الثلاث، وجينا حسينا بالوجاع. وليداتي نوضو كيتقيو في الصباح ورضان والسخانه، وهزيتهم المستشفى بنو الزهر اللي هو مستشفى المامونيه اللي عندنا هنا في مراكش. هذاك المستشفى مشينا ليه حنا الحاله الوحيده اللي مشات ليه، ما مشاوش الناس بزاف، مشينا غير حنا بوحدنا. يعني اغلبيه الحالات مشاو لمستشفى محمد السادس ولا لكلينيك ولا مستشفى القرب اللي عندنا في المحاميد. وحنا وحنا ما عارفينش خطوره التسمم. هما خداو العنايه الكامله غير الوليدات، يعني وليداتي بقاو في السبيطار 5 ايام ولا 4 ايام، وانا نعس معاهم. انا زعما الام بغيت نجلس مع وليداتي، ولكن انا راه كنت كوما بحالي بحال ولادي. حنا اش داروا لنا؟ داروا لنا واحد نفتحها نتاعت الوجع، واخا هذاك الوجع كان حاد بزاف، يعني ما كتليق ليه لا نفتحها لا فانيد لا حتى شي حاجه. كان واحد التسمم لي هو الحمد لله دوزناها. يعني درت لي كوغرافي لقينا مصارني هراوي، يعني ما يعني داك السم بحال كلا ليا المصارن، يعني ما بقاش. ودابا حنا الحمد لله بخير وعلى خير. ولكن حنا جلسنا 4 ايام تقريبا، وراجلي بقايا في الدار. خدينا هي الدواء انا وراجلي، خدينا هي لي زونتيبيوتيك والدواء تاع المعده تاع المصارن وصافي. ولكن حنا الحمد لله بخير وعلى خير، ولكن باقي تخوف فاش كنسمعوا شي حاله توفات، ولا كنسمعوا الناس باقيين في بيت الخطر. راه حتى حنا مهددين من الناس اللي توفاو، راه خداو العنايه ومشاو نعسوا في السبيطار وخداو العنايه ومشاو لجورهم عاد توفاو. يعني حتى حنا باقي الحمد لله، وكان الحمد لله وكنشكروا هاد الساعه. كسناك داك السناك كان مشهور، ماشي السناك ديما عامر. والسيد راه قديم، ماشي اول مره زعما، ولا السيد راه منين تحل وقديم، وكلشي كيشكرو كلشي كي. انا كنقول لك اول مره، ولكن انا ديما دايزه من قدامه، ديما المحل عامر والسيد ظريف الله يعمر له الدار. وانا الصراحه بقى فيا عند البوليس كيطلبني كيقول لي عافاك سمحي ليا، عافاك سمحي ليا، راه هي المايونيز اللي دارتها بيا هاك. عند فاش تلاقينا مع عند البوليس يقول لي عافاك راه هي المايونيز. فعلا داك النهار المايونيز كان اللون ديالها ماشي عادي، كانت بحال كحله بحال كحله شي شويه. قلنا ياك انا قلت منين اللون ديالها ما عاديش، قلت انا ياك ما مخلطها مع الكيتشوب، ياك ما داير شي صوص مع الكيتشوب ولا. السبب الرئيسي البارح لاحوا بان راه البيض المشقوق كيخلطوا، ولا ان المايونيز كيكون فيها البيض خضر ماشي كيكون فيها البيض طايب. يعني البيض خضر يقدر يكون خطير، باش انك هكا كت مع الزيت ولا الله اعلم. ما حنا الصراحه ما عارفينش. المهم هادشي حنا اللي كنت حنا كنسمعوا بحالنا بحال الناس. لا صافي اخر مره، ان انا عندي وليداتي كيقراو في المدرسه وكيقراو تيديروا لا كونتين ديالهم، كيجيو ماكلتهم انا دائما كنصايب لهم لي ساندويتش ديالهم، كنصايب لهم اي حاجه كيتيو تيسير. المهم كلشي كيجيو من الدار. مره كيقول لك ماما بينا بيتزا، ماما راه البيتزا في الدار ماشي بحال ديال الزنقه، كتجينا تاع الزنقه بنينه. دابا ولادي صافي كيقول لك صافي بركه بينا ما باقيش ناكلو في الزنقه. هو ما يمكنش، راه كلشي راه الناس راه من محبين انه ياكلوا في الزنقه. ما يمكنش شي حد ما كياكلش في الزنقه، ما يمكنش. وكيكونوا ظروف، مره كتكوني مريضه، مره كيكون عندك ما تقديه، مره ما يمكنش. واحد النهار كتبغي تخرجي وليداتك وكتمشيو كتاكلوا في الزنقه، مع العلم ان البلايص اللي زوينين كنمشيو ليهم وداكشي راه تاهما سدوا ليهم. يعني راه لقاو دابا منين دارت اللجنه وداروا، راه لقاو كارثه عظمى. راه لا اله الا الله محمد رسول الله، راه خاص الناس يصفيو على رقبتهم. واش حنايا راه حنا كنثقوا فيكم باش اننا كنمشيو كنعطيوكم الفلوس وكنجلسوا وليداتنا صغار وحنا، باش انكم يعني حنا كنثقوا فيكم. يعني حتى نتوما صفيو على رقبتكم، الله يرحم بكم الوالدين. علاش بغيتو تبيعوا لينا اللحم خانزه وتكثروا فيها القوام وتكثروا البصله باش حنايا ناكلوها ما نتبننوهاش؟ علاش الحوت منين كيتقلى وكيجي خانز كديروا فيه واحد البخودوي بحال يلاه جاي البارح؟ لا راه حنا راه حنا المهم حنا راه حنا مسلمين. انا كنت خديت من عنده ديما تناخد من عنده، ماشي اول مره خديت من عنده الصالاد، فطرت بها وصلت ديك 9:30 مع 10 صافي بديت كنترعد. مشيت للدار عاوتاني كليت مع الدار وكلشي صافي. داكشي هو داكشي باقي غير كيتزاد الوجع. وصلت ديك الوحده ونص جوج صافي لا دياري والرضان حاشاك كلشي الرضان 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 الرضان. حتى ديك الصباح مع ديك 6 الصباح صافي زيدني مشيت لاكلينيك، داروا لي الاسعافات الاولانيه، ضليت تما لقيت عندي تسمم، ضليت تمايا
ما غاديش نعاود لك الحاله كيفاش كنت فيها، حاله ما في الاخر ما بقيتش كنعقل كاع شنو كندير. بقيت داك النهار كامل وانا في الكلينيك، حتى دوري الاسعافات الاولى ليا وقادوني صوبني اي حاجه اللي خاصاني داوني فيها. قالك لك انت بغيتي قدرتي تنوضي وبغيتي تمشي للدار، كسيري بغيتي تعاودي تجلسي معنا انا جلسي ماشي مشكل، ولكن انا فضلت نمشي للدار وكملت الدواء ديالي في الدار. بقيت داك المده ديال الاسبوع وانا في هذيك الحاله، تقريبا من نهار الاثنين كليت هذاك الشيء مع 6 ونص ديك مع المغرب، نقول ديك الاثنين الاخر عاد بديت كناكل سيمانه وانا مريضه. صافي هذا الشيء اللي كان، قدر الله ما شاء. لا ما عرفتش انا حتى تقريبا الاربعاء ولا الخميس كيتصلوا بيا الناس كيقولوا لي فلانه راه السيده شوق عليه وشوق عليه وشوق عليه، عاد عرفت بلا انا ديك الصلاه اللي كليت عنده. وانا قلت ما ربنا ما عرفتش، قلت يمكن شي حاجه ما شكيتش فيه كاع اصلا، ما كانش عندي الجهد باش نهضر ولا باش نقول شنو كليت ولا هادي ولا هادي. كنت في ما كنتوش عليك، كنت في حاله مريضه بزاف ماشي شويه. هذيك سلطه فيها ديك المايونيز وفيها الكيتشوب، وسبحان الله ديما انا راه ما كنتش كناكل عنده كاع السلطه. النهار فتحت كان ديما تيصيفط ليا سلطه نقيه ما فيها حتى شي حاجه، تنجي حتى المحل عندي كندير فيها شويه ديال الزبيده وتناكلها. داك النهار تعيط ليه قلت ليه حسن ماشي، قال لي انا راه مشيت نتسارح غنصيفط لك الدراري صيفط لك السلطه ديالك. وداك النهار سبحان الله العظيم داك النهار قدر الله كليتها. هادشي اللي كاين هو السيد راه 10 سنين انا كنقول لك كناكل عنده، ماشي اول مره، ما عمر شي حاجه وقعت لي من عنده كاع. انا فاتحه وتناكل من عنده وما عمر شي حاجه وقعت ليا. وداك النهار كتبنا الله داك الشيء اللي كاين وصافي. الناس اللي كان اللي سمعت انا هنايا كاين ثلاثه الناس، ودابا سمعت ثلاثه اخرين هي سته، ولكن شي من الاتجاه ديالنا حنا كاين شي ثلاثه. كاين واحد البنت يمكن سربايا، واحد السيده يمكن كدير فون دو ميناج هنا عند الشكيلي، واحد السيده اخرى، وشي ثلاثه اخرين دابا توفاو. كلهم هادو توفاو. بديت كنسمع الناس اخرين هنا جيراننا، بديت كنسمع واحد السيده تاهي بنتها مرضات ليها في الكني في السبيطار عاودتها للكلينيك، وحنا كلنا كنسمعوا حاله وكنسمعوا هادي كنسمعوا هادشي. واش اللي كتب الله الانسان؟ شوفي انا نصيحتي لاي واحد ديال شي محل اللي يقعد فيه ما يخليش شي واحد اخر، ويكون مراقب بزاف الماكله ديال الناس لان هذيك امانه. والسيد حنا تناكلوا عنده سنين هادي، ماشي نقول لك شي حاجه، ماشي داكشي ماشي ديالو، وديك الماكله بحال ماشي هو اللي صيفطها، والله اعلم شنو كاين. والناس اللي حاولوا راقبوا بزاف الماكله لان امانه، راه كيف ما كنت كتراقب كرشك خصك تراقب اللي كتعطي للناس، داكشي ماشي ساهل. راه واحد الحاله راه لحد الان باقا، انا دابا كنهضر معاك وباقا مريضه وباقا كترعد، ملي جيت نخدم وجيت نسي ما عندي ما ندير فهمتي، ولكن باقي الاعراض فيا باقي شحال من حاجه.